مرحبا يا جماعة من جديد. آسف على التأخير بصراحة، بس كان عندي شوية مشاغل. المهم، حلقتنا اليوم راح تكون عن نابليون بونابرت. نابليون بونابرت ولد عام 1769 في جزيرة كورسيكا لأبوين الطبقة الأرستقراطية، وكان يعني مرتاح ماديا واجتماعيا كون هاي الطبقة كانت مرتاحة في جزيرة كورسيكا في إيطاليا. يعني هو أصلا أوريدي يعني إيطالي أصلا، وحتى الفرنسي كان بيحكيه وفرنسي بلكنه إيطالية. واصلا هو يعني لولا انها انضمت لفرنسا هاي الجمهوريه كان اصلا هو لو ايطالي ما عرفش عنه شيء اصلا. فهو كان قائد عسكري فذ، ويشهد له في السياسه وفي في السياسه وفي الحروب العسكريه وهيك، اضافه لانه كمان كان مؤسس للقوانين المدنيه المعروفه حاليا في اوروبا، قوانين نابليون. واضافه الى ذلك طبعا توحيده لالمانيا اللي كانت اصلا متفرقه في عده ولايات تحت حكم كنسي، وحد هو بقانون واحد يعني. وهذا هو يعني رجل قانون يشهد له، القاسي والداني زي ما حكى. فراح تكون حلقتنا اليوم عن نابليون. استنون. نابليون درس في مدرسة بريان وبريان العسكرية، وأثبت يعني زي تفوق على زملائه كلهم، مش بس في القسم العسكري أو في الحقل العسكري فقط، وإنما كمان التاريخي والاجتماعي والأمور هاي كلها. وطبعاً اطلع على كتابات روسو ومونتسكيو وفولتير، وكان يعني الأمور هذا أثر على تفكيره كشاب يعني. وخلص طبعاً الدراسة اللي هي بتاخذ 4 سنوات بسنتين، كان يعني أشطر من زملائه. تخرج برتبة ملازم أول، وبعديها يعني بعديها بعشر سنين أوكرت له مهمة إنه يحارب الدول المنقضة على فرنسا، وطبعا نجح في كل الحروب هاي وأثبت تفوق عسكري باهر. طبعا كان هو متخرج بسلاح مدفعي يعني، فأثبت تفوق عسكري باهر في المعركة. وبرضه نفس الإشي كمان كان الملكيين قائمين مظاهرة إنه بدهم يرجعوا حكم الملكي، فكان هو زي السند الفعلي للجمهورية في ذاك الوقت، وقدر إنه قدر انه يعني يخلص من الملكيين ويخلص من الاصوات المنادي بالملكيه. وبذاك الوقت صار فعلا السند العسكري للثوره يعني في ذاك الوقت، وسطع نجمه وبرز كقائد عسكري باهر وله انجازات. هلا وطبعا يعني في ذاك الوقت يعني قدر انه يحط زي جمهوريات معينه يخلي تكون شقيقه لفرنسا يعني، على اساس يضل علاقات قويه ومتماسكه. طبعا رح نرجع هلا في الجزء المحبب، لانه هو جزء يعني قدوم نابليون بونابرت للشام ومصر والحملة الفرنسية في ذاك الوقت. طبعا لازم نحكي شوي عن الاحوال اللي كانت قبل دخول نابليون على اراضي الشام يعني، او اراضينا بشكل عام، اراضي الشام ومصر. كنا احنا غارقين في التخلف تحت حكم المماليك في ذاك العصر في مصر، وتخلف جهل، ابتعاد عن الحضارة وركب الحضارة، تأخر كامل. طبعا الخلافة العثمانية في ذاك الوقت كانت محرمة الطباعة بدون أي قرار يعني، بدون أي شيء، بدون أي سند ديني يعني. مو هيك بس أطلع حجة أو فتوى إنه بخاف إنه يتحرف القرآن لو حط آلة الطباعة. طبعا حجة ما لها أي أساس من الصحة أو أي أساس من المنطق، لا دينيا ولا علميا ولا أي شيء، ولكن هذا كان الوضع يعني. فإحنا كنا متخلفين ومتأخرين عن ركب الحضارة يعني سنوات طويلة، فكان دخولنا باليوم بمثابة يعني الصدمة الحضارية لكل الشعب المصري في ذاك الوقت. فلما اجي دخلنا باليوم معلن الإسلام، ودخل على الهاي وحكى أنا مسلم، وعلي بونابرت سموه المصريين، حتى شيوخ الأزهر كانوا يروحوا يسووه، وشكل حتى مجلس من الشيوخ وعلماء الدين في مصر نابليون عشان يستشيروا في الامور الدينيه لاهل مصر وهيك. وحتى نفسه حكى انه اذا بدك انت تحكم مصر بدك تكون عارف انت عقائد الشعب وكذا، فكان مهتم بالامور هاي، ويروح يصلي الجمعه ويشارك في الطقوس الدينيه. فكان يعني زي ما تحكي يعني معروف يعني، وجه خطابه انه انا جاي احرركم، انا الجيش الجسمي الفرنسيين كلهم اسلموا وقال، وانا جاي احرركم من يعني من براثن المماليك، وادام الله وحكم السلطان العثماني، وانه زي كانه جاي يعني فزع للسلطان العثماني، وما رضى يعني اصلا اي اطماع استعماريه او الكلام هذا كله. طبعا هذا كان له كلام فارغ يعني، سيطر بالنهايه على الحياه السياسيه في مصر وهيك. وكانوا من الاشياء المضحكه يعني انه قبل لما اجى بده يدخل على مصر، اجوا صاروا يحاربوه في السيوف مطعنه بالذهب والالماس والذهب، وانه يعني لما اجى بده يدخل على مصر يحاربوه، الزلمه ما مدافع وكذا، ما علينا يعني. فالمهم دخل هناك وطبعا سيطر طبعا على مصر وهيك، وكان دخل للشام، وصل لحديت عكا طبعا، بس ما قدر يقتحمها بسبب مناعة اسوار عكا زي ما بنعرف،
وغير هيك كمان برضه يعني تلقوا دعم بريطاني بذاك الوقت اللي هم عكا، وقدروا يصدوا العدوان الفرنسي لما كان في قوة تجاذب بين فرنسا وبريطانيا بذاك الوقت. فبعدين طبعا بعد طبعا غير كمان وباء الطاعون اللي ضرب الجنود وهيك، بالاخير اضطر يترك الشام ومصر برضه لسوء شويه الاحوال في فرنسا هناك، فاضطر يرجع يعني ما حكوا له تعال، فاضطر يرجع. طبعا نستفيد من بعض الامور اللي جاء فيها نابليون صراحه، بغض النظر انه كان غزو سلبي يعني بالنهايه هو غزو يعني ايش ما كان هو غزو، ولكن كان له ايجابيات. يعني مثلا اكتشاف حجر رشيد اللي كان فك رموز الكتاب الهيروغليفيه، تدخيل الطباعه على مصر رغم انها طبعا كسرت من بعض الشيوخ في ميناء ابو قير، ولكن دخل الامور هاي، حط المناجيل العلميه الاسس العلميه للتعامل مع الاهرامات والاثار المصريه والامور هاي كلها. طبعا هاي الامور كلها تشهد له يعني، بس بالنهايه يعني والابرز انا بوجهه نظري يعني بهيك امور، الابرز هو انه العرب او المسلمين الحضاره الاسلاميه صحيت للفجوه الحضاريه الكبيره ما بينها وبين اوروبا، لانه كانوا دائما متخيلين انه نحن الحضاره الافضل وعندنا ابن سينا والرازي ومش عارف ايش والافلام هاي كلها، وبالاخير ايش بس اجى شو اسمه نابليون فش يعني بقول لك دخل مصر بساعه كانه يعني شيء مسخره، يعني ما فش اي مقاومه لا عسكريه ولا علميه ولا فجوه حضاريه كبيره. طبعا بعد ما رجع نابليون لفرنسا رجع هناك حل الحكومه اللي كانت موجوده او هاي، وكون هو مجلس خاص فيه مكون من 3 قناصل كان هو القنصل الاول فيه، وفي ذاك الوقت طبعا سعى لانه يصير يعني امبراطور. فطبعا بعد 5 سنوات تم له هذا الكلام بتصويت من الشعب الفرنسي ومجلس الشيوخ كمان بانه يصير امبراطور مدى الحياه. يعني هاي الشغله كانت غريبه يعني انه الشعب الفرنسي اللي ثار على حكم لويس السادس عشر، ولكن اراد نابليون كونه يعني عنده اتصالات عسكريه وحامي الثوره والكلام هذا كله، فرجع يعني بعد ما اصلا كان شو اسمه يعني عصر ارهاب في فرنسا، بعد ما كان نابليون هناك كان في عصر ارهاب روبسبير بعد الثوره الفرنسيه اللي حكينا عنه في المقطع الماضي روبسبير، فهو زي ما نحكي اعاد التوازن للامور هاي كلها، وخاض بلش يخوض في الحروب النابليونيه. الحروب النابليونيه هاي طولت طبعا فتره كبيره جدا، ولكن قدر انه ينتصر على كل اعدائه وما خلى اي عدو ولا فرنسا الا وانتصر عليه، وكون امبراطوريه كبيره يعني قدر حتى كمان انه يحتل جزء من جزر ايطاليه كمان عشان يشكل حكومات محليه اللي تعاونت مع فرنسا، بيحط حتى بعض من اقاربه في سده الحكم في بعض الاماكن هو استولى عليها وفتحها الى اخره. وطبعا خلص استقرت له الامور، وطبعا مدت يعني كانت فرنسا بذاك الوقت المركز الحضاري لاوروبا، ومدت اصابع تدخلها في كل الدول الاوروبيه، وزي ما حكينا حطت القانون المدني العلماني في المانيا لما كانت حكم كنسي متفرقه بكثير مدن وهيك، فكان له استثمار حتى في القانون والقانون القوانين النابليونيه اللي احنا بنعيش حاليا في نعيمها. انا بعتقد يعني القوانين المدنيه العلمانيه لمساواة الأفراد، الأفراد جميع سواء أمام القانون إلى آخره، حرية التعبير، حرية الكذا، يعني الأمور هاي كلها، فكان هو أرسى هاي القيم. ف يعني وطبعا بغض النظر هو كان يعني ديكتاتوري يعني أو خلينا نحكي توسعي يعني هاي، بس بالنهاية حط قوانين أو دساتير يحسد عليها للأمانة في ذاك الوقت. طبعا بعدين جنون العظمة عنده لنابليون قاده إنه يروح لوين؟ لروسيا. طبعا روسيا بدك تغزوها، روسيا كبيرة جدا، لما بدك تغزوها بده يكون شيء مدروس وشيء صعب جدا، فلكن نابليون يعني كان عنده هاي الطموح التوسعي، فجمع 600,000 جندي من خيرة عساكر فرنسا وألمانيا حتى في ذاك الوقت، لأنه أصلا ألمانيا اللي هي ألمانيا الضعيفة اللي يعني اللي كانت يعني معدومة طلع منها 200,000 جندي، فأنا كان أصلا 200,000 يمكن كانوا يحطوا يصدوا العزو الغزو تاع نابليون لما جاء على ألمانيا، ولكن ما كانوش متوحدين من المانيا في ذاك الوقت، الوحدهم فعلا يعني نابليون، مو اصلا اللي حط هذول الجمهوريات اللي احنا بنعرفهم هلا جمهوريات المانيا برلين وميونخ ومش عارف التقسيمات الاداريه هي كلها هو اللي حطها بالقوانين، اساس القانون وحطها في المانيا، ف يعني ما كانوش متوحدين، فجمع 200,000 منهم وراح لوين؟ لروسيا. كانت خطه نابليون تقتضي بغزو روسيا لانه هو عارف ان روسيا كبيره ما راح يقدر يحتلها كلها مره واحده يعني، فكانت خطته انه ايش يعمل؟ يدخل مثلا مدينه يغزوها، يكون عنده سياسه الزحف، يغزو مدينه يقعد فيها ياكل من اكلها وشربها وبيرتها ومش عارف ايش والامور هاي كلها، يستريح فيها شوي يسحب للمدينه الثانيه مش عارف ايه المدينه وهكذا. ولكن القيصر الروسي كان يعني ذكي ومكار، وخلينا نحكي كان مجرم يعني بالنهايه، هذا اجرام اسمه كان شو يعمل، بس اجرام بال يعني بالنهايه حما شعبه اجرامه هذا،
فاشكر يا مال، كان كل ما يجي نابليون يروح لقرية يكون يقرب منها، يجي القيصر الروسي يحرقها كاملة بالجسم، طبعا يسحب الناس اللي فيها حول قدر الإمكان، ما انسحبش خلص، الله لا يرده، يحرق المواشي، يحرق الطحين، يحرق أي محاصيل زراعية، ما يخلي فيها أي شيء، يمحي معالم المدينة بشكل كامل، يحرقها تماما وينسحب منها. فلما يجي نابليون يجي ما يلاقيش ولا شيء، لا للجنود تبعه ولا لإله ولا أيموان ولا أي سخام، والإمدادات طبعا كانت ضعيفة لأنه كان توغل جوا الأراضي الروسية. احنا بنعرف ميزة الانسحاب في روسيا، استخدمتها برضه في المناسبة في الحرب العالمية الثانية مع هتلر، اللي ممكن احنا ناخذها في حلقات ثانية. فهم استخدموا نفس فكرة الدفاع الداخلي، هاي يسحب يدخل لجوا، يسحب يدخل لجوا، قبل ما دخل لجوا، بس دخل لجوا طبعا الجيش الفرنسي أرهق من ال من يعني من المسافة اللي جوا، دخل فيش إمدادات، الدنيا برد، انقض عليه الجيش الروسي، انقض عليه على ما ايش خلوهم ينسحبوا لوين؟ لفرنسا. فذاك الوقت طبعا كانت في دول متفقه ومتعاونه على فرنسا انها تطردها، لانه طبعا لها اطماع زي ما بنعرف، ونابليون زي ما حكينا انه هو سيطر على الدول الاوروبيه وكان له اطماع كان، فكان بدهم يطردوه يعني، خصوصا بريطانيا في ذاك الوقت. فكانت معركه الامم الشهيره، وتم نفي نابليون لجزيره البا. بالضبط جزيره البا. طبعا نابليون يعني في ذاك الوقت حطوا عليه حطوا 1000 حارس عليه ومن الحراس تبعهم هذول. فاللي صار في ذاك الوقت انه الحكومات هاي التعاونيات اللي صارت، او خلينا نحكي الدول اللي كانت ضد فرنسا مثل السويد مثل بريطانيا الى اخره، كانت حطت عشان تستمر على العلاقات تاعتها، حطت لويس الثامن عشر. اخ مين؟ لويس السادس عشر اللي اوريدي انتفضوا عليه الفرنسيين. فكانت هي زي صفعة للشعب الفرنسي انه احنا ثرنا على حكم واحد، جيبوا لنا اخوه، شو استفدنا يا جماعة؟ فاللي صار انه ما كان راضي الشعب الفرنسي، بس بالنهاية فيش له حل تاني غير هيك يعني. فبالنهاية طبعا نابليون كان عارف على القصة هاي، ولما انتفى قدر انه بخطبة حماسية يجند الألف حارس اللي كانوا بيحرسوه في ذيك الجزيرة، قدروا انه ياخذهم بمركب او سفينة على اللي هي شو اسمه شواطئ فرنسا، راسها بشواطئ فرنسا. طبعا لويس الثامن عشر كان قاعد هناك يعني وماسك الحكم، حكى شو نابليون جاي لي بألف واحد والله لا اطحنه. اجى شو اسمه لم كتيبه وداهم لوين؟ لعمك نابليون. عمك نابليون رسى طلع زي هيك، خطب فيهم خطبه حماسيه رنانه، حكى لهم احنا الشعب الفرنسي كيف بنرجع حكم واحد احنا اوريدي احنا ثرنا عليه ومش عارف ايه، والكلام هذا كله خطبه حماسيه. طبعا كان هو طبعا يعني مؤثر نابليون، لانه ما كانش مؤثر كان قدر يعمل كل اللي عمله. فخطب فيهم خطبه حماسيه برضه ايش؟ ضمهم للجيش تبعه، ظل يسحب يسحب يسحب، اخذ ميش الحكم في فرنسا. طبعا هلا الرد الفعل الطبيعي لاي بني ادم في الدنيا ماسك الحكم انه يقعد يستقر، يظبط اقتصاد، يظبط امور، يحسن الامور، هذا لا، نابليون ايش قعد؟ يلا نهاجم بريطانيا. طب يا عمي اقعد، طب ظبط، ما في، راح جنون العظمه طبعا هذا اسمه، راح لبلجيكا اللي كان طبعا يعني متعاونه مع بريطانيا. وهو اللي صار انه انهزم شر هزيمه في معركه واترلو، والجيش الفرنسي سحق بشكل كامل يعني، خلاص اكل هو الجيش الفرنسي وسحب بشكل كامل. بالاخير طبعا البريطانيين نافوا لجزيرة سانت هيلانا، جزيره بعيده يعني فيش اي له اي مجال يقعد يعمل الحركه بتاعته مره ثانيه، نافوا بجزيره بعيده وظلوا 6 سنوات عبين ما ايش مات، وانتهى نابليون واسطوره نابليون. طبعا نابليون انتهى في اكثر من يعني خلينا نحكي تفسير لموته، في تفسير لهم الاشهر، واحد انه بسرطان المعده توفى، هذا تفسير موجود، وفي ناس بيحكوا انه تسمم بالزرنيخ يعني، تم تسميمه بالزرنيخ. وفي يعني روايتين يعني غير يعني كده احكي لك انه، بس هي الارجح انه مات بسرطان المعده، بس في برضه هيك روايات. ففي النهايه بدنا نحكي نابليون بونابرت كان قائد عسكري بارز، كان له اسهامات بارزه في كثير مجالات في الحياه، وكان له خلينا نحكي رؤيه سياسيه، رؤيته السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه يعني او العسكريه، خلينا نحكي بالذات العسكريه والسياسيه فيما يتعلق بالقانون هي الابرز. شخصيته كانت منضبطه طبعا، وحتى يعني بالامور العاطفيه ما كانش الشطاره يعني، حتى يعني زوجته هي اصلا علمته الامور العاطفيه وكانت معه عاطفي، وما كانش كثير عاطفي، كان شوي عنده خلبان في الامور هاي زي ما بنحكي، كونه يعني كان رجل دوله وعسكري وفيش عنده وقت اصلا للكلام هذا كله. فهذا هو نابليون بونابرت طبعا، شخصية عظيمة بغض النظر بسلبيات وإيجابيات، بالنهاية أهم شيء أنا بشوفه من نابليون القوانين العلمانية اللي أرساها في أوروبا، اللي هي أصلا أنا بعتبرها يعني من وجهة نظري هي المفروض تكون وقود مرحلتنا القادمة كقوانين موضوعة في دولنا، وتسعى لتقدم الإنسان وحضاريته وبعده عن
منابع التخلف والجهل واللي كان اوريدي يعني موجود. يعني انا كان بعتبره برضه نابليون اللي هو الديكتاتور المستنير في ذاك الوقت، عشان هيك اصلا دخلوا الشعب الفرنسي وخلاه حاكمهم مدى الحياه. طبعا بالنهايه طبعا اكتشفوا المصيبه اللي عندها، ولكن هاي هي الدنيا. يعني ممكن تراهن على شخص غلط، بس بالنهايه انت راهن على شخص ممكن يكون مستحق يعني زي نابليون بونابرت. ونتمنى طبعا تكون الحلقه عجبتكم، واسف مره ثانيه على الاطاله في الموعد. بتمنى شو اسمه تقترحوا علي ايش بتحبوا الحلقات القادمه، مين كل مين الشخصيات، مين المرحله احنا ناخذها، لان احنا خلصنا مرحله الثوره الفرنسيه. ما بدي احكي عن الثوره الفرنسيه لانه خليها لمقطع ثاني يعني، او خليها يعني الحكوا على الثوره الفرنسيه شايف انهم اسهبوا فيها. اذا بتحبوا نعمل مقطع الثوره الفرنسيه برضه بنعمل، ما عندي مشكله. ولكن اذا حابين تنتقلوا لاي شخصيه ثانيه، اي مراحل تاريخيه ثانيه، ممكن نتناولها في حلقه ثانيه. ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم.